السلامة، الله يعطيك الصحة، استقبلتنا في دارك. مرحبا بكم. يعيش. نحن جينا بعدكم هنا لتكريمكم بعد الفيديو اللي غزال العالم في طرح الدربي. تحكوا لنا قصته كيف صار؟ والله ما فماش حتى قصة، البنا فيه وأنا ما فيش قصة، والبنا في جمهور الكليب وأنا ما يعملوش قصص، حاجات تجي وحدها. يجيك ساعات واحد من جيراننا مثلا جدوهم يبدا يسال فيك بربي شنية العقلية شنية العقلية، ما نلقاش من جاوب انا واحد من الناس، لكن او ميم تون قاعدين يجاوبوا فيهم كل يوم بالفينومين اللي قاعد يصير بالحاجات اللي قاعده تصير. وهذاك الفيديو نتاعنا سيتي سبونتاني، حطيت الفيديو باش نصور بناتي معايا وجونا هذاك الكل نتاع كل ماتش، مش ديربي كل ماتش، جونا هكاك ديما. يا اخي صارت الهقطه، هو قوته كما قلت انت انه في عفويته تبارك الله، والبنات تبارك الله عليهم، معناها ردود الفعل ريم ونسمه واسلام تبارك الله، معناها فهمتني. تشوفوا ريم شنو وقتها، اش حسيت، اش عملت؟ مستحيل كانش نجم نوصلك اللي حسيته وقتها، معناها بونتو سيرتو مش في وقته، ما استنيناهوش، ما عرفتش نفرح نبكي شنو نعمل بالضبط، معناها حاجه جات وحدها هكا، معناها ياسر عقلية كيف صار. إسلام هربت ورجعت ولا كيفاش؟ نسمة اللي هربت، نسمة اللي هربت طريقا، نسمة وقتها أنت بنتو الأولاني نتاع الآخرين. أنا وقت اللي تمركة ما نجم ما عرفت شنو نعمل، طلعت البيت سكرت الباب وكي سمعتهم يعيطوا هبطت نجري ونغني وفرحت على الآخر. ريناك في الفيديو وأنا جيت التحقت بهم فهمتني، واسلام بس موجودة ومتنكز انا حتى ما الغنية ما عرفش كيفاش نقول الكلام خارج واحد خنا فيه الغنية عسيمية نسيتوا الكلام نسيتوا بس حتى شنقوا اللي برسمي الغنية ضربت هي على خاطرها كانت هدية من مجموعة اللي دور في العيد ميلاد، والموقف العافية متاعكم انتوما زاد ضرب معناها، وكانت من الفيديوهات اللي استوجبت على انها نكون يقع تكريمكم. لهذا السبب نحن هناك رابط احباء النادي الافريقي، لانكم العيله اللي ترجمت كما قال سيمونير كما معنا زاد الحاج فهمتني، دونك تبارك الله الاجيال المتعاقبه موجوده، سي عبد الحميد الحاج موجود فهمتني كجيل اول من الرعيل الاول احباء النادي الافريقي، وسيمونير ولاده، هذا تكريم لكم للعفويه لترجمة العقلية اللي بالرسمي توجدت. لذلك نحن هذاكم نحن ما نخبيو شيء، رانا نفرحوا كيكة نعملوا كيكة. سيمونير هذاك هو بالرسمي ذا مش غريب على جمهور النادي الافريقي، مش غريب على عيلة من العيلة متاع النادي الافريقي، ذي هي عائلة النادي الافريقي، كي شفنا نحن كانت الفيديوهات سابقة مع الناس الاخرين كيفاش يعيشوا، معناها انتوما هاو تبارك الله معناها عطيتونا فيديو كيفاش تعيشوا المباراة، معناها تبارك الله ثلاثة بنات راهو نحكيو بنات ناس فيق وراهو من أحبان الإفريقي وشرفوا وشنعتهم أكثر من الأولاد، هذه اللغة اللي فهموها نحن أولاد ميراج معناها فهمتني، تبارك الله عملوا حس أكثر من الآخرين معناها ما سموهمش فهمتني، دونك الفرحة نتاعهم نتاع البوتو أكثر ما كانت 30 ألف اللي حضر نتاع الآخرين. الشيء هذايا أنتم جبتوا لنا فكرة أنه أي إنسان يعمل حاجة ترجم على العقلية أو تعطي بعد آخر العقلية أو تعطي تعريف للعقلية اللي عملتوها ذكاء والعقلية، كانت الفكرة إنه عملنا رمز اسمه رمز العقلية ستيل كوب، هذه باش تكون موجهة لأي إنسان يعطي، وأول عيلة عيلة سيمونير فهمتني وأخواتنا الفاضلات معنا موجودين هما يتوجوا بأول رمز لهذا هو الكوب تاع رمز العقلية. انتوما كانت ترمجة لما حالة مولا العقلية إن شاء الله ما يتغشش منا زاهي معناها فهمتني حقه هو ياخذ كوب لولا اكيد. هذه دونك باسم ربي تحب النادي الافريقي وباسم جماهير النادي الافريقي الكل وباسم كل انسان حس الفيديو هذيك وفما شكون تفاعل معاها وكل شيء، نقدم لكم الرمز هذا كعائله افريقيه، عائله جسد العقليه، يعطيكم الصحه وديما احنا كلمتنا نقولوا لافريقيا تعيش. وبارك الله فيكم انتوما، زاد كلمه حق واحد يقولها، خاطر انتوما ما كومش تخدموا باش تاخذوا حاجه، تخدموا خاطركم زاد انتوما كلوب ستي، يعطيكم الصحة تعملوا في حاجات وتشوفوا في الفيديو نتاعكم حاجة تشرف برشا برشا برشا. معناها في الواحد هذا الرمز اللي رب العائلة
ربي يخليه وربي يفضله بيان سور لكل العائلة الكل فهمتني، بناتنا هم الكل فهمتني، ريم ونسمة وإسلام يعطيكم الصحة. إن شاء الله ديما تكونوا موجودين، إن شاء الله نخموا دوري نفهم الشي عندهم أمنية باش يزوروا استاد، إن شاء الله نحقوا هينهم فهمتني. وزاد الأخ منير عنا فهمتني مريول الجمعية فهمتني، هذا اللي هو فهمتني باعتبار أنه لولا منير وخونا منير ما كنتوش توما الوجود، لولا حبوا اللي زرعوا فيكم لولا بابا فهمني، لولا بابا زاد اي اكيد. والحاج بيصير معنا سي الحاج عبد الحميد الله يخليه، انا خويا الهديه دي ما خيرش من هديه للوالد اللي هو سبب اللي خلانا نحبوا الجمعيه هذه. يعطيه صحه وربو ربو عايش ربو ربو عايش. ولهنا باش نسترجعوا مع بعضنا بيان سور وقت الشرعه ديك وقت الفرحه شنو غنيتوا سمعونا. كل عام نعيشوها دعت نستناوها لفريق نحبوها يا حياتي يا عمري غرامة انت زوتو كفانا ضربو كي نموتو سنين من عمري فوتو ندعي ربي يحمي عسيمية كاريزما بليش حدود عايشة فيا الفريق عليها نموت هادي وزية هادي وصيت جدود نور عينيا بعد ربي المعبود عيشة حبي لها قلوبنا ضيعة في سماها الفريق ما ننساها يا حياتي يا عمري غرامنا انتي صوتو كفانا ضربو كي نموتو وسنين من عمري فوتو ندعي ربي يحميك عسيمية كاريزما بلاش حدود عايشة فيا الفريق عليها نموت هادي هدية هادي وصية جدود نور عينيا بعد ربي المعبود هذول اللي كان سايبهم الغدوة ما يفرقوش يعطيهم الصحة. كان جرون برافو مرة أخرى لهنا نوجهوا لعائلة العقلية وإلى التتويج رقم واحد في رمز العقلية، إن شاء الله يولي عنا عادة في رابطة حبيبنا الإفريقي انه كل انسان يقوم باي شيء يترجم عن العقليه يكون له نفس التتويج هذا، ويعطيهم الصحه العيله الافريقيه اللي استقبلتنا واللي احتضنتنا. وفريمون ان شاء الله في عوده لهنا والعوده مع اي انسان واي من الجمهور اللي ترجم صفه العقليه اللي عمرهم ما باش يفهمونا وعمرهم ما باش يعرفونا. ويعطيكم الصحه وان شاء الله في عوده. والكوب هذا بيصير يستنى كل انسان كل اي من جمهور اللي يقوم بحاجه تعطينا تعريف اخر العقليه وبعد اخر العقليه ونرجع الى بعث العقليه الزاهي بيصير يقولوا راو نتولدوا كلوبستيه وراي الافريقي عقليه وديما في عينينا والافريقي تعيش. يعطيكم الصحه.